خلونا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في هذا الصباح. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية تعليقك بشكل عام على هذا اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ووفد مجلس النواب الأمريكي ودلالة هذا اللقاء. زيارات وفود من مجلس النواب من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لجمهورية مصر العربية مقابلة الرئيس السيسي، ده هو دور بيقوم به الكونغرس في متابعة شأن السياسة الخارجية الأمريكية. نظرتهم إلى جمهورية مصر العربية ودور الرئيس السيسي في مركزية الدولة المصرية ودورها في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي مهم جدا أن أعضاء من الكونغرس يأتوا لنيل كثير من الاهتمام والنقاش المشترك مع الرئيس السيسي ودور مصر، لأن لهم دور، الكونغرس له دور كبير جدا في المساعدات، تنظيم التجارة، كل شأن يتعلق بالتمويل، المساعدات التي ينظر إليها الآن لمساعدة الوضع في غزة أو مساعدة مصر في أن تبني علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حقيقة في احتياج كبير جدا لدور مصر وإلى رئيسة مصر في هذا الوقت بالذات. كل الاستثمار الذي وضع منذ كارتر في اتفاقية كامب ديفيد وأعطاء المصريين حقوقين، أخذت مصر حقها بالحرب وبالسلام والحفاظ على السلام في ظل هذه الأزمة الراهنة، ودور حكومة الحرب الظالمة وتخبط سياسة نتنياهو في دولة الاحتلال وما تفعله في قطاع غزة من تجويع منظم ومرتب ل 2,400,000 فلسطيني، هذا أمر أصبح غير مقبولا في السياسة الأمريكية والداخلية واستخدام السلاح الأمريكي وهز سمعة الولايات المتحدة وقيمها وأخلاقها في هذا العمل المجرم في قطاع غزة بدأ يمثل تهديدا للأمريكيين. أنا أفتكر أن أعضاء الكونغرس بشقين الجمهوري والديمقراطي ده تأكيد كبير جدا على مركزية الدولة المصرية وأن ما تفعله الدولة وقرارات الرئيس السيسي كانت لافتة ومهمة أن يأتون بأنفسهم مرارا وتكرارا، وهذه المرة بتشكيل ديمقراطي جمهوري في لجنة، طبعا رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب أو اللجان الأخرى المتعددة التي تأتي لتمثل الكونغرس الأمريكي في مستمع وجهة الرئيس السيسي، وجهة نظر الرئيس السيسي فيما يتعلق بالاستقرار. وأنا أفتكر أن كلام الرئيس السيسي كان واضحا للخارجية الأمريكية أو أنتوني بلينكين أو لمدير الاستخبارات الأمريكية أو لكل مسؤول من السلطة التنفيذية، وسمع نفس الكلام كل مسؤول من السلطة التشريعية اللي هي قمة القاهرة للسلام، إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، بناء سلام حقيقي، بناء الدولة، محاولة وقف هذا العدوان الغاشم من دولة الاحتلال على شعب مكلوم المظلوم. نعم. على فكرة الزيارة دي بتكمل كثير من الترابط والعلاقات القوية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور، كما ذكرت هذا اللقاء يتكرر أو مرارا وتكرارا، والتأكيدات المصرية والموقف المصري يتم أيضا ذكره والتأكيد عليه مرارا وتكرارا، الموقف من ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ضرورة إنفاذ المساعدات، رفض التهجير، رفض تصفية القضية. كيف ترى هذا التأكيد واستمرار هذا التأكيد أيضا في كل مرة من الجانب المصري لكل دول العالم؟ تأكيد الرئيس السيسي تأكيد مهم بأن هناك قضايا جوهرية للسياسة الخارجية المصرية ولقناعة الرئيس السيسي في دورة مصر للحفاظ على حدودها وأمنها واستقرارها والتعامل مع الجوار بكل مشاكله، واستراتيجية الرئيس السيسي في التعامل مع الأزمة في السودان، في ليبيا، في غزة، كل هذه المناطق والحدود المشتعلة كانت واضحة بأن مصر لا تتاجر بأحد أو تخون أحد، وأن مصر موقفها ثابت بأن إعطاء الحقوق والحفاظ على السلام وبناء تنمية حقيقية. تبدو بعض السياسات هنا أو هناك تحاول أن تزعج الدور المصري المستقر الذي يرسخه الرئيس السيسي في كل
قرار وفي كل لقاء وفي كل مؤتمر مع كافة دول العالم. ما بالك بقى إذا كان الوفود أن تأتي من الولايات المتحدة من الكونغرس، سواء كانت اللجنة، سواء كانت السلطة التشريعية الممثلة في أعضاء الكونغرس، أو من السلطة التنفيذية الممثلة من كل ما هو يتعلق من بايدن إلى أنتوني بلينكين إلى كل الأجهزة المساعدة لصناعة القرار. تأكيد الرئيس السيسي لأعضاء الوفود من الكونغرس للسلطة التشريعية الأمريكية الذين يشاركون الرئيس الأمريكي في مراقبة ومتابعة السياسة الخارجية، ده كان أمر مهم على حماية الفلسطينيين في الأزمة الأخيرة دي، في أزمة غزة المستمرة، وبكل ما تملك جمهورية مصر العربية من دعم دبلوماسي وسياسي لأنها تحافظ على مبادئ راسخة يمثلها الرئيس السيسي من قيم هذا الشعب المصري العظيم الذي يرنو إلى سلام، يرنو إلى استقرار، يقدم الاستقرار كأساس وبناء لسياسة خارجية مصرية مستقرة. نعم، مبادئ راسخة للسياسة المصرية مصر تؤكد عليها وتذكرها في كل محفل وفي كل مناسبة وفي كل لقاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة.